ذكر بلاغ لإدارة السجن المحلي تلال جوج بمكناس أن السجينا محكوما بعشر سنوات ومعتقل بهذه المؤسسة في إطار قانون مكافحة الإرهاب أقدم أمس في حدود الساعة 9 ليلا على الانتحار شنقا داخل غرفته مستعملا قطعة من ألبسته وربطها بقطبان النافذة. وكشف البلاغ ذاته أن المتوفى والمسمى قيد حياته هاء صاد كان يتناول بانتظام الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية والنفسية ويخضع للمتابعة الطبية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، علما أنه كان يستفيد بشكل منتظم من الزيارة العائلية وأن سلوكه كان عاديا مع الموظفين والنزلاء، وكان يرتقب أن يفرج عنه بتاريخ 25 يوليوز 2020 بعد انقضاء مدة محكوميته البالغة 10 سنوات. وأشار البلاغ إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وعائلة السجين الهالك بالوفاة، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية. نشكركم على حسن المتابعة. المشاهد تيفي.